وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار الدكتور محمد مجبل، رئيس هيئة تحكيم فض المنازعات الرياضية بملف مستحقات الرياضيين. مساء الخير سعادة المستشار، وفي البداية لو نتعرف على مهام هذه اللجنة واختصاصاتها. نعم، مساء الخير، أرحب عليك وأرحب على جميع السادة المشاهدين. طبعا في البداية أحب أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى جميع الرياضيين اللي استحقوا مبالغهم وفق للدفعة الأولى اللي استوفت شروطهم وكانت عقودهم كاملة وأوراقهم كاملة، وبالتالي هم استحقوا. هذه طبعا كانت من ضمن مبادرة سيدي سمو الشيخ ناصر الله يحفظه لحل موضوع البرنامج الوطني لإنهاء مستحقات الرياضيين لدى الأندية الوطنية. حقيقة هذه اللجنة شكلت بقرار من سعادة الوزير أيمن بن توفيق المؤيد في 6 أكتوبر 2019. اللجنة اختصت بالنظر في جميع المنازعات التي يعني توجد عقود ولكن لا يوجد اتفاق بين النادي واللاعب على المبالغ المستحقة. بمجرد صدور قرار التشكيل طبعا شرعت اللجنة برئاستي وعضوية أخي المستشار مصعب بصيبي وأخي المستشار محمد القاسم في النظر في جميع العقود والمنازعات التي أحيلت لنا من سعادة وزير الرياضة والشباب، وطبعا بلغ عددها 179 منازعة رياضية بين طرفين سواء كان مدرب أو لاعب وما بين النادي في شأن الاستحقاق المالي. طبعا القرار اللي صدر من سعادة الوزير حدد المدة اللي هي تحدد بانتهاء هذه النظر في هذه المنازعات بتاريخ 31 ديسمبر أي نهاية هذا العام. ودائما سعادة الوزير دائما كان ينقل لنا تحيات سمو الشيخ ناصر الله يحفظه ويطول عمره وتوجيهه لنا ان يكون لابد ان يكون هناك احقاق للحق واعطاء كل ذي حق حقه في هذا الملف، بحيث ان احنا ننظر هذا الموضوع بعين العداله وعين الاعتبار، ودائما ان احنا نسعى الى حلحله هذا الموضوع وفقا للاوراق الموجوده والقانونيه على اساس ان احنا نعطي الحقوق الى اصحابها. وشرعنا في نظر هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين. اليوم تم الانتهاء من هذا الملف في المرحلة الثانية، وجميع المنازعات المتعلقة بالمستحقات والخلافات في العقود حسمت ورفع التقرير إلى سعادة الوزير، ولله الحمد تم حسم هذه المنازعات ما قبل شهر ونصف من الموعد المقرر لنا للانتهاء. طبعا هذا المجهود اللي بذل كله طبعا كان دائما الدافع هو توجيه سمو الشيخ ناصر في ضروره احقاق الحق واعطاء كل ذي حق حقه حتى يستطيع يعني اللاعبين ان هم يطمنون ودائما انهم ياخذون حقوقهم. وان شاء الله بعد ستوجد مرحله ثالثه تتعلق بالاشخاص اللي لا توجد لهم عقود، سيتم النظر فيها وفقا لتوجيه سعاده الوزير ورؤيته حول هذا الموضوع. نعم، المستشار الدكتور محمد مجبل رئيس هيئة تحكيم فض المنازعات الرياضية بملف مستحقات الرياضيين أوجز لنا الصورة بشكل واضح، شكرا جزيلا لك.